السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخلل البصل وايد لذيذ، حلو مع السمك المشوي، مع كل أنواع السندويشات، حتى مع الشاورما لذيذ. بسم الله نبدي. أول شي راح أحط كوب خل أبيض أو خل التفاح، ملعقتين كبار ملح خشن، نص ملعقة كبيرة حبات كزبر، شوية فلفل أسود، ملعقة كبيرة سكر على النار، أتركهم على جنب لين يدفي الخليط. راح أقصص عندي بصل شرايح وراح أفللهم بهالطريقة. أجهز عندي برطمان معقم وناشف، أحط فيه البصل وأضغط عليه شوية. حطيت داخل البرطمان حبة فلفل حار طبعا حسب الرغبة، صبيت الخليط فيه، غطيته بورق شمع، أتركه لين يبرد، تالي أحطه بالثلاجة وينوكل باليوم الثاني. جربي الخلطة وايد حلوة وسهلة، ما تاخذ منك وقت. البصل مقرمش وطعم البصل فيه وايد خفيف. عليكم بالعافية ولا تنسوني من دعواتكم.